أيضا نحن في الصعيد إذا مرض لنا طفل أو بهيمة نذهب للشيخ ويكتب لنا ورقة نحرقها ثم نتبخر بها أو نقوم بشربها أو نعلقها على رقبة المريض أو البهيمة، ما حكم هذا العمل بارك الله فيكم؟ هذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه الورقة لا ندري ماذا كتب فيها، ربما يكون قد كتب فيها الشرك والكفر بالله عز وجل من هؤلاء المشعوذين. فعلى كل حال يجب عليكم تجنب مثل هذا الشيء، وعليكم بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال الخليل عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. يجب على المسلم أن يعتمد على الله في طلب الشفاء بالدعاء والعبادة، تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يملك الشفاء والعافية. أما الذهاب إلى المخرفين والمشعوذين وأخذ الأوراق منهم وإحراقها واستنشاقها وما أشبه ذلك، فهذا من تلاعب الشيطان، فعليكم بالتوبة إلى الله عز وجل من هذا. وعليكم أيضا بالأخذ بما أباح الله من الأدوية، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، إلا أنزل له دواء، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فعليكم بتعاطي الأدوية المباحة والعلاج بالطب المباح، أما التعالج بالشعوذة والخرافات هذا لا يجوز للمسلم. نعم، بارك الله فيكم.